ميلو الوحيد. يلا لف منظمة المغربية لحماية الماء العام، رئيس مجلس وطني للمنظمة سيد محمد سوقلات. تحية للمنابر الإعلامية اللي مواكبة هذا الملف، واللي تنعتبره في المنظمة المغربية لحماية الماء العام من الملفات الكبرى اللي فيها شبهة ديال اختلاس أموال عمومية وتبديدها واستغلال النفوذ وتبييض الأموال المتحصل عليها من مال عمومي. اليوم المنظمة المغربية نتمي القرار ديال السيد الوكيل العام لمحكمة السيناء في الدار البيضاء في تحريكه للدعوة العمومية، لأنه الأسبوع الماضي المنظمة المغربية وضعت الشكاية معززة بتقرير ومجموعة من الوثائق اللي تتحدث على شبهة اختلاس أموال عمومية بالملايير السنتيمات، ثم كذلك شبهة تبديد واختلاس واستغلال النفوذ وتزوير في بعض البيانات من طرف إحدى المشتكى بهم. ويعني وكنا تنتظروا القرار ديال السيد الوكيل العام، مشكورا لأنه نشكره من خلال منابركم التفاعل الإيجابي اللي تتعرفوا النيابة العامة فيما يخص الشكايات والملفات اللي تتوضعها المنظمة المغربية لحماية المال العام في مواجهة كل ناهب المال العام، كل رموز الفساد لا سمحتي رموز الفساد في هذه البلاد. ثم كذلك احنا نزل علينا القرار ديال السيد وكيل العام مشكور، يعني بكل صراحة نتمين هذا القرار في تحريك الدعوة العمومية وإحالة الملف والشكاية والتقرير والوثائق المضمنة بالشكاية إلى الضابطة القضائية المختصة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء. وننتظر إن شاء الله الأسبوع المقبل للاستماع إلينا كطرف مشتكي كمنظمة مغربية لحماية المال العام في مواجهة رئيس جماعة مولاي عبد الله، رفقة مجموعة من الأطراف مشتكى بهم، منهم مقاولين، منهم بعض رؤساء الأقسام، منهم كانوا مسؤولين في الإدارة الجماعية سابقا واليوم وثيروا على التقاعد. يعني هناك أطراف كثيرة اللي غادي يشملها إن شاء الله واللي غادي نساعده، لأنه لا من خلال الشهود لا من خلال بعض الموظفين اللي راه تينتظروا، يعني تينتظروا بحل طلوع الفجر أنه تجي الفرقة الوطنية للجماعة وتطلب مجموعة من الوثائق. وحنا مستعدين يعني نمدوا الفرقة الوطنية كل ما يستلزم من حجج وبراهين ووثائق يعني ومعطيات اللي غادي يوقفوا عليها واللي غادي يخرجوا يعاينوها مجموعه من الاختلالات اللي عرفتها جماعه مولاي عبد الله، واللي تنعتبروا داخل المنظمه ان هذا الملف ديال مولاي عبد الله من الملفات الكبرى اللي راحنا غادي متابعينها ليل نهار. يعني الشكايه غنتبعوها وغنتبعوا يعني المسار ديالها يعني من ألفها إلى يائها. أكيد أستاذ، واش رئيس الجماعة الحالي ولا السابق؟ لا حالي الحالي. يعني مجلس الحالي. الحالي رئيس مجلس. حنا في المنظمة المغربية لحماية المال العام وجهنا شكاية في مواجهته مجموعة من التهم الجنائية، واللي عززها كذلك تقرير ديال المفتشية العامة لوزارة الداخلية اللي توثق مجموعة من الاختلالات، اللي توثق مجموعة من الخروقات المالية والإدارية والقانونية. أستاذ سقراط، المشاهدين يسولوا على الصفقة ديال النقل المدرسي مع العلم أنها كانت كورونا. نقول لك واحد القضية، هذه من بين الأشياء اللي مدرجة في الشكاية، هو أنه لما حل المفتشين ديال الإدارة الترابية الجماعة طالبوا بوثائق حجية يعني لصرف هذه المنحة ديال ما يزيد تقريبا مليار سنتيم، وكان الرد هو انعدام الوثائق الحجيه، كان الجواب للجماعه او طرف او يعني الجمعيه ديال الرابطه او الفيدراليه ديال النقل المدرسي، هو انه صرفت خلال النقل المدرسي، والحال انها كان الحجر الصحي كانت كورونا، ما كانت لا مدرسه ما كان لا نقل مدرسي. هذه من بين الملفات، هناك ملفات كبيره جدا من خلال منابركم ان تنوجهوا نداء للفرقه الوطنيه لتعميق البحث والوقوف على الاختلالات، لانه غادي تصدموا
يعني مجموعه من المعطيات، مجموعه من هذه، وحنا مخلين بعض الاشياء ما بغيناش نطرقوا لها، وسمحوا لينا ما بغيناش نطرقوا لها في الاعلام، ما بغيناش نطرقوا لها يعني كثير يعني كاينه سريه البحث، كاينه مجموعه من الامور ما يمكنش نختاقها. يعني المبلغ التحديد تقريبا الاكثر من هذا، انه حتى في الميزانيه حاليا ربما الدوره غادي تكون عندهم واش اليوم واش غدا، يعني رفع من الملحه ما بقاش مليار الميزانيه ديال هذا العام، والنقل المدرسي راه حسب المصادر اللي توصلنا بها انه تقريبا زاد واحد 500 مليون سنتيم اخرى للنقل المدرسي. فتنعتبروا انه المسؤول عن النقل المدرسي هو يعني الفاعل الحقيقي، واللي هو اللي تيحرك الخيوط ديال ديك الجامعه، في حين ان الرئيس الجامعه هو تنعتبروه من خلال مجموعه من الامور اللي توصلنا بها هو محطوط يعني على شكل راه رئيس كمؤسسه كشخص، ولكن اللي تيدبر الشان الحقيقي واليومي هو اللي موراه واللي يعني مشتكى به، اللي عنده ما يسمى بالنقل المدرسي والميزانيات التي ترصد له. دابا انت هذا ماشي مختلف. لا احنا تنتظروا الاسبوع المقبل او الاسابيع المقبله ان شاء الله. احنا بكل صراحه نزل علينا قرار تحريك الدعوه العموميه في مواجهتهم من طرف السيد وكيل العام للاستئناف، يعني نثمن هذا القرار، وهذه بكل صراحه ودائما في كتاباتنا في لقاءاتنا في تصريحاتنا، لانه تنجبروا انه القضاء بكل صراحه كمؤسسه والنيابه العامه بالخصوص تتفاعل بجديه، ويعني بجديه وفعاليه مع الشكايات اللي تتوضعها المنظمه المغربيه لحمايه المال. استاذ واش نقدروا نقولوا سالينا مع سنوات الرصاص؟ يعني اي واحد دار شي حاجه غيتحاسب. ماشي سنوات الرصاص، حاليا سنوات الفساد. الفساد هناك لوبيات، هناك لوبيات اصبحت متحكمه و يعني نسجت مجموعه من الخيوط وتمكنت من مفاصل الدوله والمجتمع. اللي خصنا كيف تنقولوا بجميع المكونات، ماشي غير المجتمع المدني، ماشي غير المواطنين، ماشي غير المنتخبين النزهاء، احنا ما نقولوش انه وسبق لي طرقت ليها، ما غنقولوش بانه كل شيء فاسد، كاينين ناس نضاف، كاينين ناس يسيروا بحسن وبحكمه ديال التدبير المالي والاداري، كاينين الناس، وكاينين كذلك ناس اللي وثقتهم. حنا ما تنجيوش نوضعوا شكاياتنا غا هكاك الا لكانت مرفقه بمجموعه من التقارير اللي تتوثق حجيه وتتوثق يعني الادله كافيه في مواجهه كل ناهب المال. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.